فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جعل الله الدنيا جعل الله هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، يتزود فيها العباد الخير والعمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي الذين عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها المسلم، أيها المسلم، وقد منح الله العبد إرادة واختيارا ليختار بها ما شاء، فإن اختار الخير وسبيل الرشاد جوزي عليه وكان من المفلحين الصادقين، وإن سلك طريق الغي والضلال عوقب عليه وكان من الضالين الهالكين. أيها المسلم، وإن الله جل وعلا وكل بأعمال العباد كراما كاتبين يكتبون يسجلون أقوالهم ويكتبون أعمالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أيها المسلم، لم نخلق عبثا ولم نترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل هناك موقف لنا بين يدي الله، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. صحائف أعمالنا التي عملنا في هذه الدنيا ننساها وقد أحصاها الله علينا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إن هناك كتابا في سجل كل أقوالنا وأعمالنا سنقف عليه بين يدي الله جل وعلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا أيها المسلم، في ذلك اليوم تبدو سرائر العباد ويقف العباد على أعمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه
فيقول هاهم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي. الآية. أخي المسلم، إن مرور الأيام والشهور والأعوام تذكرك بالرحيل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، فاستعد لذلك، وقف مع نفسك وقوات عديدة في أعمالك كلها فيما بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله. أخي المسلم، قف مع نفسك، هل كنت مخلصا لله في أقوالك وأعمالك؟ لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم مبتغا به وجهه والدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ وأنا منه بريء. هل أخلصت لله أقوالك وأعمالك؟ هل حققت تعلق قلبك بربك محبة وخوفا ورجاء؟ هل حققت الخضوع إلى الله وأفردته بجميع أنواع العبادة، وعلمت حقا أن كل أنواع العبادة لا تليق إلا بالله، فهو المعبود بحق وما سواه فمعبود بباطل؟ أيها المسلم، موقفك مع فرائض الإسلام، هل أديت هذه الصلوات الخمس كاملة الأركان والواجبات، وحافظت على الجمع والجماعات، وأديتها في أوقاتها المفروضة، وأقمتها بالمساجد؟ هل أنت مهد لزكاة مالك، محصل لجميع دخلك، مدققا موصل الزكاة لأهلها ومستحقيها؟ وهل حققت صومك وحجك لبيت الله؟ موقفك مع الأبوين، هل كان موقفك مع أبويك البر؟ موقفك مع أبويك هل كان موقفك البر بهما والإحسان إليهما وخدمتهما وطاعتهما في المعروف؟ ما موقفك مع امرأتك التي ائتمنك الله عليها؟ هل أنفقت عليها؟ هل عاملتها بالحسنى؟ هل عاشرتها بالمعروف؟ هل تعاملت معها بالمعروف؟ ثم المرأة المسلمة، هل أطاعت زوجها بالمعروف وتعاملت معه بالإحسان؟ ثم موقفك مع أولادك، هل وجهتهم التوجيه الصحيح وربيتهم التربية الصالحة وأخذت على أيديهم وأبعدتهم عن أماكن الردى والهجور والضلال؟ ثم موقفك مع رحمك، هل كنت واصلا لهم؟ هل كنت واصلا لهم سائلا عن حاجاتهم، متحسسا لمشاكلهم، عائدا لمريضهم، مواسل لمحتاجهم، مضمدا لجروحهم، متعاملا معهم بالعدل، ممتثلا قول الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ ما موقفك من أخلاق المسلمين عموما وحقوقهم العامة عليك من إفشاء السلام وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة والنصيحة للمسلمين؟ ما موقفك أخي المسلم من ولاة أمرك؟ هل كان موقفك محبة ولاة أمرك والسمع والطاعة لهم بالمعروف وإعانتهم على ما يبدو خير والتعامل معهم وسؤال الله لهم التسديد والثبات؟ ما موقفك مع وطنك المسلم؟ هل كنت ساعيا في تحقيق الخير له؟
في دفع الشر عنه، في استتباب أمنه، في استتباب أمنه، في الدفاع عنه، في منع الحاقدين والحاسدين أن ينالوا من مجتمع المسلم ما يريدونه من الكيد والضلال. ما موقفك أخي المسلم من التعامل مع إخوانك المسلمين؟ هل عاملتهم بأن حببت لهم ما تحب لنفسك؟ هل كنت محبا للخير لهم، ساعيا في إصلاح ذات البين بينهم، بعيدا عن المكائد والضلال؟ هل كنت تؤمر المحبة والخير لهم، أم تؤمر المكيدة والغيبة والنميمة والسعي في تفريق شمل الأمة؟ ما موقفك بأموالك؟ هل كانت الأموال أتت بطريق مشروع وكسب مباح؟ وهل كنت في عقودك ومعاملاتك بعيدا عن الغش والتدليس والخداع؟ هل كان إنفاقك في الأموال موافقا لشرع الله في ما تنفق وتنفق على أولادك وتنفقه في العموم؟ أخي المسلم، قف مع نفسك هذه الوقفات، فإن كنت قائما بما أوجب الله عليك فاحمد الله على هذه النعمة، وإن كنت مقصرا في شيء فتدارك بقية عمرك وإصلاح أوضاعك وتدارك الأخطاء، فالتوبة مقبولة منك ما دام دمت في حال الصحة والسلامة والعافية قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. أخي المسلم، إن كنت قصرت في شيء من حق الله، إن كنت أخلص، إن كنت مرائيا في أقوالك وأعمالك، فأخلص لله القول والعمل، فلا ينفعك يوم القيامة إلا عمل أخلصته لله. إن كنت تعلقت بغير الله من دعاء الأموات والغائبين، واشتغلت بهم أو ذبحت لهم من دون الله، أو التجأت إليهم وطلبتهم من دون الله، فتب إلى الله، فإنك إن لقيت الله عابدا لغيره مشركا غيره في عبادته فإن مقرك النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتب إلى الله من التعلق بروائح الأموات من الأولياء والصالحين، واعلم أنه لا ينفعك دعاؤهم، فإنهم لا يسمعون نداءك ولا يقدرون على نفعك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أخي المسلم، إن كنت فرطت في هذه الصلوات الخمس فأضعتها أو تركتها أو أخذتها عن وقتها أو فرطت في أركانها وواجباتها، فتب إلى الله وعدي الأداء المطلوب، فإنك إن حفظتها وحافظت عليها كاتك نور ونجاة وبرهان يوم القيامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. احذر أن تلقى الله وأنت مضيع لها ومفرط فيها. قال الله جل وعلا إخبارا عن النار إذا قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. أخي المسلم، تحافظ علينا وتب إلى الله مما مضى، وأحسن هذه الصلوات وحافظ عليها بكل ممكن، حافظ على أوقاتها وعلى أركانها وواجباتها وعلى طهارتها، وأديها في المساجد، وحافظ على الجمع وأديها مع المسلمين لتنال الخير العظيم. زكاة مالك، دقق الحساب وأحصِ الزكاة وأوصلها إلى المستحقين، فهي أمانة عندك لا تبرأ ذمتك إلا بإحصائها وإيصالها لمستحقيها. أدِّ فريضة الحج
إن كنت قادر على ذلك بوقته، وإياك والتفريط والإهمال، وحقق صوم رمضان وارجو بذلك مغفرة الله. تب إلى الله مما حصل من عقوق بالوالدين وإهانة للوالدين وإساءة لعشرة الوالدين، فتدارك بقية حياتك وبر بالأبوين وأحسن صحبتهما لتكون من المؤمنين حقا. رب الأولاد التربية الصالحة وقل على أيديهم وأعنهم على كل خير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تعامل مع الزوجة بكل العدل والإحسان، أحسن معاشرتها ومعاملتها وخطاب الطيب، وأحسن وأصلح ما بينك وبينها من أخطاء حصلت وتدارك ذلك. أيها المسلم صل الرحم وتدارك ما حصل من نفس، واحذر من قوله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أخي المسلم انظر تعاملك بالأموال، هذه الأموال بيدك، هل مصدرها حلال؟ بيع ومبيع وشراء وميراث وتعامل طيب، أم مصدرها غش ورشوة وسرقة واغتصاب وجحد للحقوق وغسيل أموال باطلة وأمور محرمة؟ وهل تجارتك تجارة مباحة أم تجارة مخدرات ومسكرات وأمور تخالف الشرع؟ فاتق الله ونقي التجارة وطهر الأموال من الأموال من المكاسب الخبيثة، فإن المكسب الخبيث لا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أيها المسلم ما موقفك من وطنك المسلم؟ هل كنت محبا لهذا الوطن محبة إيمانية تسعى في الخير وإزالة الشر واستتباب الأمن والرخاء والاطمئنان، أم أنت عدو لدينك وعدو لوطنك تمد يدك مع أعداء الأمة وأعداء دينها مع أقوام هم أعداء لك، أعداء لعقيدتك، أعداء لأمنك، أعداء لخيرك، أعداء لاستقرارك، خارجين عن مدى دينك وعقيدتك؟ فإياك أن تمد يد العون مع هؤلاء. إن الأمانة الإسلامية تفرض على كل مسلم حماية الوطن المسلم وحماية المجتمع المسلم، وإن من يتعاون مع الجهات الخارجية التي معروف عداوة الإسلام من قديم وحديث ومعلوم كيدها للإسلام وتربصها بالإسلام ووقوفها مع أعداء الأمة في كل الأحوال، إن التعاون مع هؤلاء خيانة للأمانة، خيانة للأمانة. وأي أعظم من أن تخون أمتك وتخون دينك وتخون أمنك وتخون استقرارك وتمد يد العون لأعدائه وتكون سماعا لهم معينا لهم رصدا لهم لما يريدون بالأمة من شرور وفساد؟ ألا نأخذ عبرة من واقعنا المرير، من واقع الأمة التي مرت بها من هذه الشرور والفتن؟ إن بذرات السوء، بذرات السوء والفتن والشر يجب استئصالها لتبقى الأمة على أمنها واستقرارها وطمأنينتها واستقامة حالها. إن تلك الفئات الضالة الخارجة عن منهج القويم الدلت والمصيبة التي يحتحب سفك الدماء وإراقة الدماء وانتشار الفوضى، أمة خارجة عن منهج الأمة وعن سبيل الرشاد والهدى. فلنكن أمة واعية، لنكن أمة يقظة، ولنأخذ من واقع الأمة عظة واعتبارا، فإن الداعين لفتنة والناشرين لها والساعين بالأرض فساد أولئك قوم ليسوا منا ولا على عقيدتنا ولا على منهج المستقيم. إن هذه الأمة التي تعيش أمنا واطمئنان واستقرارا وارتباطا عقديا وأخلاقيا وأمنا ورغدا بالعيش
يجب أن نحافظ على هذه النعمة بكل ما أوتينا من كان، وأن لا نصغي لأي عدو خارجي ولا لأي أي منظمات سياسية تريد أن تشر. إننا في نعمة عظيمة وفي خير عظيم والتحام بين قيادتنا ومواطنينا مما أغاض الأعداء الذين يجنون كل المكائد ويبغون لها الغوائل ويريدون أن يبدلوا تلك النعمة والاستقرار بالفوضى والاضطراب وسفك الدماء. ونحن نقول لهؤلاء رويدا: قفوا عند أنفسكم وانظروا في عواقب الأمور ومآلاتها، واعلموا أن كل دعوة لغير هدى فدعوة باطلة. مجتمع آمن مطمئن يحكم فيه شرع الله وينشر الخير لكل أحد، فماذا يريد الأعداء منا؟ يريدون أن يحولنا لضطر خوف واستقرار لاضطراب المفروضة. نبرأ إلى الله من تلك الأحوال ونقول لهؤلاء: تذكروا في واقع أمركم واعلموا أن العدو لا يريد خيرا لأنفسكم ولا لكم، وإنما يريد انتزاع الخير من أيديكم ليكون المسيطر على الأمة والمتحكم في خيراتها ومواردها، ليجودون عداء العقيدة السلبية لتجمع الأمة على الخير والتقوى. فالمسلم يقظ الحذر، يأخذ من الواقع عبرة وعظة، ولا يكون مغترا ولا منخدعا بكل الدعايات المضللة وأي وسائل الإعلام الجائرة والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي تحمل في طيات كل شر وبلاء. كن حذرا وكن حذرا وكن متأنيا، وإياك أن تخدعك هذه الدعايات المضللة والتحليلات السياسية الكاذبة الفاجرة التي يغيظها ما يرون من أمننا واستقرارنا واطمئناننا. فإننا أيها الأمة تمضي علينا الأيام والشلوان ونحن في نعمة وأمن، نسأل الله أن يديم هذا الفضل علينا وأن لا ينزعه منا بذنب من ذنوبنا، لكن يجب علينا أن نكون جسدا واحدا وأمة ملتحمة. لا نرضى لأمتنا بالشر ولا نرضى للمفسد الفساد، ولا نقر مثل فساده ولا نرضى على ضلاله. نأخذ على أيدي كل مفسد وكل مجرم وكل بدر في السوء حتى لا ينتشر السوء ولا ينتشر البلاء. فإن الأمة إذا حكمت شرع الله في كل الأحوال وأخذ على المفسدين والمجرمين أمنت واطمأنت. ولذا قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون بالأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حكم الله في كل مسجد وفي كل مجرم وفي كل مهدد لأمن الأمة واستقرارها وسلامتها. حكم الله فينا كذا حتى تعيش الأمة آمنة مطمئنة، لأن بذور السوء متى ما قضي في مهدها وعوي في مهدها ارتاح الناس من شرورها وارتاح الناس من فسادها. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وأشفق الخلق على الخلق، جاءه هود من بعض العرب فلما استوخوا المدينة لم يطب لهم جوها، فبعث بهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا وصحتهم لهم عمدوا على ذراع الإبل فجملوا عينيه وقتلوه، وعمدوا إذا أخذوها واستاقوها، فأرسلن في آثار فأتي بهم فأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمل أعينهم بالنار، وتركهم بالحرة يستسقون فلا يسقون، كلما قلق النار النار حتى هلكوا. قال أنس: هؤلاء عصوا الله كفروا بالله ورسوله وسرقوا وقتلوا النفس بغير حق. كل هذه الأحكام الشرعية ردعا لكل مفسد وإيقابا لكل مجرم لحده حتى لا يستشر الفساد ولا يجرم العدوان. نحن في مجتمع مسلم يجب أن نحافظ على كيانه وعلى استقراره وعلى أمنه وطمأنينته، يعيش المسلمون كذلك في هذا الخير العظيم لنا والأجيال من بعدنا.
نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. في هذا الزمن كثرت وتلاطمة المحن واستحكمت الشهوات والشبهات والمشاكل، فلا نجاة من هذه الأمور إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما المجيان من كل هذه المصائب. الأمة تمر بها متغيرات ومغيرات وتحديات كثيرة، فلا خلاص لها إلا بالتحلي بالإيمان والتحلي من الصادق وتحكيم شرع الله، وأن يكون ميزان أقوالنا وأعمالنا وولائنا وبرائنا وشعائرنا في غضب الرضا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والاجتماع ذلك والتآلف عليه والتعاون على البر والتقوى. كل فرد منا مسؤول عن أمته، عن دينها وأمن دينها وأمنها واستقرارها، كل على حد مسؤوليته وعلى قد مهمته. فالواجب على الجميع أن يكونوا يدا واحدة وأن يقفوا وراء ولاة أمورهم، ويسألنا الله لهم التوفيق والسداد والثبات. الأمن من أعظم نعم الله العباد، الأمن نعمة من أعظم نعم الله العباد. ولهذا لما بدأ اسم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل بيت الحرام دعا إبراهيم إلى البيت بقوله ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات، فبدأ بالأمن قبل كل شيء، لأن بالأمن تعيش الأمة وتطمئن تستقر حياتها. فنسأل الله أن يوفق قادتنا لكل خير، وأن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يجعل عام الفلاتي عام خير وبركة واطمئنان وسكون وسلامة على الدين والأمن والاطمئنان، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا وسائر مطمئنا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما به صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن أبي كل خير، اللهم أمده بالصحة والسلامة والعافية، وكل أغنى في كل ما همه، واجعل بركة على أمته وعلى المسلمين أجمعين. اللهم وفق ولي عهده نائب بن أبي كل خير، وسدده في أقواله وأعماله، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة الحق ووفقنا للصواب، اللهم نوانا
وسائر يمس بشر فجعل شره في نحره وإنك وجعل كيد وجعل مفيدة ضد إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك وحصونا على الخير والتقوى. اللهم اجمع نعمتك وتنزعنا بذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن سائر سخطك. اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماس الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلو الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أهل علينا هذا العام الجديد باليمن والإيمان والبركة والخير والعميم إنك على كل شيء قدير. وأعنا به على طاعتك ووفقنا فيه للأخذ بأسباب ما يرضيك إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.